المسائية من الميادين وفي عناوين ملفيها لهذه الليلة. المقاومة الإسلامية في لبنان تشعل الشمال المحتل بعدد قياسي من العمليات ردا على اغتيال أحد قادتها، وتتوعد بمرحلة أقسى كما ونوعا. كيف فقد الاحتلال الخيارات في استعادة الردع مع حزب الله؟ بعد تسليم المقاومة الفلسطينية ردها للوسطاء، واشنطن تتحدث عن ملاحظات غير مقبولة. لماذا ترفض واشنطن تقديم ضمانات واضحة بشأن وقف إطلاق النار؟ مساء الخير. من يطفئ نار الشمال؟ لعله السؤال الملح في إسرائيل اليوم مع صور الحرائق المشتعلة التي عرضت منشآت استراتيجية للخطر وفق إعلام الاحتلال، حتى باتت تتكرر في تل أبيب مقولة أن الشمال متروك لمصيره من دون حلول. كلام عززه عدد العمليات القياسي الذي سجلته المقاومة الإسلامية في لبنان على مختلف المواقع وبمختلف المدايات، ردا على اغتيال القائد طالب عبد الله، حيث أصابت الصواريخ أهدافها بشكل مباشر وفق الاحتلال الإسرائيلي. لكن ما جرى يبقى أول الغيث بعد تهديد حزب الله بأن الضربات الآتية ستكون أكثر بأسا كما ونوعا. لم يبقى أمام الاحتلال سوى إنهاء العدوان في غزة للتخلص من كابوس الشمال، أو خوض مغامرة غير محسوبة في جنوب لبنان قد تشعل المنطقة برمتها. هذه المعادلة لمح إليها وزير الخارجية الأمريكي من الدوحة، وهناك بدا واضحا أن واشنطن باتت المفاوض الأصيل صاحب الأمر نيابة عن تل أبيب. وما استشف أو استشف من كلام أنتوني بلينكن الذي قضى ساعات طويلة في قراءة رد المقاومة، عدم الموافقة على ملاحظات أساسية في التعديلات المقدمة. ويبدو أن وقف العدوان بنحو كامل وبضمانات واضحة كما تصر قيادة المقاومة هو الذي تصفه إدارة بايدن بالتعديلات غير المقبولة. البداية نرحب بضيوفنا في مسائية الليلة هنا في استوديو الميادين بالمنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان سيادة العقيد منير شحادي، مساء الخير. الترحيب موصول أيضا من القدس المحتلة بالخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة، مساء الخير دكتور محمد. ونرحب أيضا من اسطنبول بالخبير في العلاقات الدولية الأستاذ عبد الله العقرباوي، مساء الخير سيد عقرباوي وأهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيادة العقيد شحادي، مباشرة بعد العدوان الإسرائيلي واغتيال القائد طالب عبد الله، رد حزب الله في هجوم هو الأكبر والأعنف بالصاروخيات الصاروخية التي جعلت الشمال بأكمله تحت هذه النيران. اليوم كيف يمكن بالقراءة العسكرية إذا أردنا أن نفهم حجم الصواريخ، المدى كثافة النيران والأهداف الحيوية التي وصفت بالاستراتيجية الخطرة من قبل إعلام الإسرائيلي؟ نعم، مساء الخير، تحية لك ولكل المشاهدين. لاحظنا أنه اليوم كانت الجبهة كتير فيها تصاعد لدرجة أنه الجبهة الشمالية اعتبارا من الغرب وحتى الشرق إلى مزارع شبعة كلها كانت تحت مرمى نيران المقاومة. إسرائيل أعلنت حسب ما ذكرت حضرتك بتقريرك، أعلنت أنه كل الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر، حتى أنه في مصنع في مستعمرة السعسع مصنع عسكري تم استهدافه وتدميره، يعني أصيب بأضرار بالغة. مراكز عسكرية كثيرة تعرضت للقصف من قبل المقاومة، والمقاومة استعملت عدة أنواع من الصواريخ مثل الكاتيوشا والبركان وفلق إلى ما هنالك وطائرات انقضاضية. تصعيد المقاومة ردا على استهداف قائد ميداني للمقاومة هذا طبيعي، ولكن نحن صرنا تقريبا بحدود الشهر عم نلعب على حافة الهاوية. كل العالم عم تسأل هل سوف يؤدي هذا التصعيد إلى حرب شامل مع لبنان؟ هذا سؤال كتير وجيه ويطرح لما بنشوف هالقد في تصعيد. إسرائيل الحقيقة إسرائيل إذا بدت شن حرب على لبنان مفتوحة يجب أن تتأكد أولا أن أمريكا جاهزة لمساندتها بشكل مباشر وليس بمدها بالأسلحة فقط، لأن هي بحاجة لذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل، يعني خلينا نأخذ الكلام عن لسان خبراء إسرائيليين، عن رؤساء أركان سابقين، عن رؤساء الموساد السابقين، عن جنرالات متقاعدين ومحللين عسكريين، يقولون إذا فتحت إسرائيل حربا مع لبنان سوف نتلقى ضربة قاسمة. هذه ضربة يعني تجعل الكيان في حالة خطر وجودي، لأنهم كلهم يعني بيعرفوا ما هي قدرة المقاومة وما هي ترسانة الأسلحة. في عنا صحيفة فورين بوليسي اليوم صرحت أنه المقاومة تمتلك مليون صاروخ.
مليون وليس مئات الألاف، مليون. مليون صاروخ من كافة الأنواع عم تحكي، يعني بما فيها الطائرات الانقضاضية، يعني مليون نوع من الصواريخ والأسلحة الجوية. لما بيكون هل قد عند إسرائيل معلومات أنه المقاومة هل قد لديها قدرة صاروخية، سوف تعد للمليون قبل أن تنفذ هكذا عمل. وبرجع بأكد لك، لن تقدم إسرائيل على عمل عسكري تجاه جنوب لبنان أو تجاه لبنان إلا إذا تأكدت أن أمريكا سوف تتدخل بشكل مباشر. ولتدخل أمريكا بشكل مباشر هناك معوقين، الأول هو عند انتخابات رئاسية، والثاني في حال تدخلت أمريكا بشكل مباشر سوف تستجلب تدخل دول أخرى. وإيران أعلنت صارت كذا مرة موصلة رسائل حتى لأمريكا مباشرة، إذا توجهت إسرائيل بضربة أو بهجوم على لبنان ذهب إلى حرب إقليمية. لماذا؟ لأن إيران توجه الرسالة لأمريكا وليس لإسرائيل، نحن متأكدين أن أنتم حتتدخلوا فنحن حنتدخل كمان. فإذن ومشان هيك شايفين الحراك الأمريكي بهالفترة الأخيرة، مثلا تصويت في مجلس الأمن 14 دولة وافقوا على وقف إطلاق النار، روسيا امتنعت عن التصويت، وشايفين هلأ وزير خارجية أمريكا في المنطقة عم بيبرم، لأنه عارف في حال فتحت جبهة في لبنان هناك حرب شاملة في المنطقة. موقف الأمريكي، ولكن هل هي رسائل ردعية؟ نعم. تمنع نشوب هذه الحرب من قبل المقاومة وتوصلها إلى الجانب الإسرائيلي؟ هنا بينطبق القول عم بقول عم نلعب على حافة الهوى، لأنه عارف المقاومة خوف إسرائيل، مشان هيك ردت المقاومة هي ردعية، ردا على اغتيال القائد طالب طبعا، ولكن كمان ردعية أنه نحن عم نفرجيك شوي من بأسنا في حال أنت كنت عم تفكري أنك تفتحي حرب مع لبنان. وبلشت تظهر بعض الأسلحة الجديدة مثل فلق 2، مثل الطائرة الانقضاضية اللي فيها كاميرات، اللي فيها كاميرا وفيها صاروخين. كمان وقت أسقطت الطائرة هيرمس 900 هذه ثالث مرة. على فكرة إسرائيل هلأ طلعت قرار أنه بطلت تطلع الهيرمس 900، استعادت عنا بالهيرون، والهيرون أغلى بعد بكثير. الهيرون تعتبر سعرها تقريبا بالأربعين مليون يورو تقريبا، وتحلق على ارتفاع شاهق. بس المقاومة أظهرت لإسرائيل كمان أنها تمتلك أسلحة مضادة للطائرات. يعني إذا بدك إسرائيل قدرت أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة هيرمس هو صقر 358. هناك صحيفة إيرانية كمان صرحت أنه الهيرمس 900 تم إسقاطها بصاروخ صقر 358. فإذن المقاومة تمتلك مضادات للطائرات حديثة، وهذا جزء منها. يعني السلاح الجو الإسرائيلي اللي هي دائما إسرائيل بس تبلش بحربة أو تفتح حرب مع حدا بتبدأ بسلاح الجو، فإذا سلاح الجو لم يعد آمن بالنسبة لإسرائيل، فيجب أن تتوقع أنه سوف يكون هناك إسقاط لطائرات حربية. وهنا سيادة العميد، لأنه أيضا بهذا السياق لابد من التوقف حول الرسائل، لأنه أثناء التشيع الشعبي والحشد الكبير الذي تابعناه إن كان في جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية لبيروت، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله سيد هاشم صفي الدين وضع أيضا معادلة مهمة تأخذنا يمكن برسم ملامح المرحلة المقبلة، وهذا ما سنفصله بعد قليل معكم. ولكن دكتور محمد هلس، في نهاية هذا اليوم، أي واقع يعيشه الكيان وقادته مع قدرة المقاومة على توسيع شعاع النار حتى وصل إلى طبرية وفق اعتراف وسائل إعلام إسرائيلية بأهداف عسكرية نوعية جعلت الإسرائيلي أيضا يعلم البنية العسكرية التي يتمتع بها والهيكلية والمرونة التي تمتلكها حزب الله وهذه القيادة بالرسائل التي أرسلتها برسائل النار، كيف قرأت من الجانب الإسرائيلي؟ وقبل قليل تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأنه نتنياهو يجري تقدير الوضع الأمني في الجبهة الشمالية مع كل القيادة الأمنية نتيجة هذه التطورات. مساء الخير استوفى لك ولضيفك الكريمين وللسادة المشاهدين. في المشهد الإسرائيلي تتحول ساحة المواجهة في شمال فلسطين المحتلة إلى الساحة الرسمية الفعلية، وربما تتحول ساحة غزة إلى الفرع، يعني وكأن المشهد انقلب. بدأت المواجهة في شمال فلسطين المحتلة كإسناد وكساحة ثانوية فرعية في محور طويل يساند جبهة غزة. اليوم يبدو بأن حجم التغطية وحجم الاهتمام الإسرائيلي وحجم حتى الفعل العسكري والنار التي يصبها حزب الله على شمال فلسطين المحتلة على امتداد قطاع الحدودي
يحول ساحة الشمال إلى ساحة المواجهة الفعلية، والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن حرب بمفهومها الكلاسيكي وإن لم يعلن عنها كحرب رسمية. في إطار التعاطي مع هذا الأمر، ما زال هنالك يعني فراغ استراتيجي تعيشه القيادة السياسية الإسرائيلية. قلنا في مداخلات سابقة أنها تعبر عنه بجملة من المواقف الكلامية الشعبوية التي يعني تعوضها عن انعدام مقدرتها على الحسم في هذه الساحة وإنهاء هذا الجرح النازف فيها. اليوم أيضا هي تذهب إلى قضية النفخ في بعض يعني الإنجازات التي حققتها، إنجاز التعبير، بنفس السردية التي تبنتها في موضوع استعادة الأسرى في غزة، وكأن يعني إسباغ هالة من الأسطورية من الخرافية حول هذا الفعل يعوض القيادة الإسرائيلية وتحاول أن تقدمه للداخل الإسرائيلي على أنه إنجاز. نعم، مقتل القائد أبو طالب خسارة، ويعني الفقد، هذا الفقد هو خسارة للمقاومة، لكن النفخ الإسرائيلي فيه يحاول أن يقدمه للداخل الإسرائيلي على أنه إنجاز. ولا ننسى أن إسرائيل تحاول أن توظف فائض التقنيات والقوة الاستخبارية التي لديها ومقدرتها على يعني الجوية في محاولة لتعويض هذا الإيذاء الذي يحدث من حزب الله تجاه الداخل الفلسطيني المحتل. في المشهد الإسرائيلي أيضا هنالك قراءة ربما نلمسها في بعض ما يكتب ويقال من محللين إسرائيليين، أن الذهاب إلى مواجهة ربما يعني يأتي، لكن إسرائيل تدرك بأنه هي لا تستطيع أن تذهب إلى مواجهة منفردة حتى وإن يعني فرضت هذا الأمر على الولايات المتحدة. هذا لا يكفي فيه فقط إمداد الإسرائيل بجسر جوي وإمدادات سلاح وعتاد، لأن حجم القوة الصاروخية لدى حزب الله بالتأكيد لن ينفع معها مجرد الفائض القوة والتسليح الإسرائيلي الذي ستوفره الولايات المتحدة. إن لم تتدخل الولايات المتحدة بشكل فعلي، وقد تفضل ضيفك في الاستوديو بالإشارة إلى هذا الأمر والكوابح التي تمنع الإدارة الأمريكية من التدخل المباشر، إن لم تتدخل الولايات المتحدة مع إسرائيل تدخلا مباشرا، أعتقد بأن كل الضجيج الإسرائيلي اللي يحدث الآن هو في سبيل شراء مزيد من الوقت حتى يعني تستوي الأمور في مشهد القطاع إلى حل سياسي. وهذا الحجيج الأمريكي وهذه الوتيرة من الحضور الأمريكي في المنطقة ووزير الخارجية الأمريكي والجولات التي يخوضها ليس فقط بسبب يعني ضغط الداخل الإسرائيلي وضغط الحاجة إلى وقف الحرب فقط في داخل غزة. اليوم المواجهة التي تجري في شمال فلسطين المحتلة باتت أكثر ضغطا على الحليف الأمريكي لوقف هذه الحرب، لأنه يعلم بأن التداعيات التي تترتب على مشهد المواجهة المفتوحة مع حزب الله في شمال فلسطين المحتلة لم تقف عند حدود الأرض الفلسطينية ولم تقف عند حدود أيضا الأرض اللبنانية. المشهد مفتوح على حرب إقليمية وربما دولية، والولايات المتحدة الآن وهي تعيش يعني الأجواء الانتخابية ليست في وارد أم يعني تسمح لهذه المواجهة أم يعني تشتعل بصورة لا دكتور حتى ملفت يعني بما يكتب في الصحافة الإسرائيلية ووسائل الإعلام الإسرائيلية، تقول بأنه ما يحققه حزب الله بموازين أكثر من ردع اليوم بتهديد ليس فقط للجبهة الشمالية بأكملها بل أيضا لتهديد وجود هذا الكيان، وحتى يعني في عملية تهديد هذا ما قرأناه قبل قليل عبر هارتس أنه في آلاف المستوطنين الإسرائيليين هم يلجؤون إلى جزيرة في اليونان، وهذه الهجرة من داخل الكيان وانعدام الثقة بالتالي لدى هؤلاء بالعودة إلى منازلهم. وبما ذكرت لأن القناة الثانية عشر تتحدث أنه عن قدرة حزب الله أكثر من 200 ألف صاروخ هي موجهة لكل أنحاء الكيان ولا يمكن القضاء عليها حتى لو بالاجتياح البري. أنتقل إليك أستاذ عبد الله عقرباوي، لأنه نحن نتحدث عن قائد له الدور الكبير والبطولي وأشادت بذلك مختلف الفصائل الفلسطينية بنعي الشهيد طالب عبد الله، ولكن إذا أردنا أن نفهم منك بالأداء والسلوك الإسرائيلي، لماذا لجأ تحديدا بهذا التوقيت حينما كانت ترسم المعادلات بالارتقاء التدريجي بما تخطه المقاومة الإسلامية في لبنان إلى سياسة الاغتيال بهذا الشكل؟ لأنه هذا يذكرنا أيضا عملية اغتيال الشهيد أبو طالب هي تمت بنفس الطريقة التي اغتيل فيها الشهيد أيضا صالح العروري. وهنا ما انعكاسات وتأثير هذه الاغتيالات على البنية العسكرية للمقاومة، على الهيكلية العسكرية للمقاومة، وهل يمكن أن تخفف من الضغط على الجانب الإسرائيلي؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللمستمعين.
مساء النور. بداية بلا شك أنه يعني فقدان شهيد وقائد مثل شهيد أبو طالب هذا بلا شك أنه يعني يوم حزين، وعزائنا للعائلة وللمقاومة، ولكن هذا السلوك الإسرائيلي هو باعتقادي رغم يعني الخسارة الكبيرة إلا أنه دليل على أن الإسرائيلي عاجز على أن يقوم بفتح جبهة حقيقية مع جنوب لبنان، ويحاول أن يعوض ذلك عبر هذا النوع من العمليات. وهذا مشهد لم تعتد عليه إسرائيل. إسرائيل لا تتصرف عادة فيما يخص التهديدات الكلاسيكية بهذه الطريقة، وإنما تتصرف بأنها ترد بحالة من الردع القوية، وتحاول أن تتعالى وترفع من وتيرة الرد على مثل هذه جبهة مفتوحة في الشمال بطريقة واسعة، وربما هي التي يعني تسارع بالدخول إلى حرب. الانتقال إلى هذا النوع من العمليات الاغتيال، يعني تريد إسرائيل أن تحاول أن تثبت رسائل الردع على الجبهة الشمالية، وفي نفس الوقت لا تريد أن تنخرط بحرب، لأنه كما قال الضيفان الكريمان لا يمكن لإسرائيل أن تخوض جبهة اليوم واسعة في الشمال وهي ما زالت تخوض معركة في قطاع غزة. هذا يعني بات شبه مؤكد، الجيش غير مؤهل على لذلك، الولايات المتحدة الأمريكية لا توافق على ذلك، هذا عكس الاستراتيجية الأمريكية، هذا لا يمكن احتماله، جنود الاحتياط في حالة من التذمر، هناك أزمة داخلية عند الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص قانون التجنيد، وحالة النقاش على هذا الموضوع لا يدفع باتجاه أن تفتح إسرائيل هذه الجبهة. الآن هل هذا سيشكل ضغطا على بنية المقاومة؟ أنا باعتقادي اليوم نحن أمام واقع جديد، المقاومة انتقلت فيه إلى مرحلة متقدمة جدا من الضغط على إسرائيل. إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل مثل هذا الضغط، تحاول أن تتصرف بأي طريقة ممكنة، عمليات اغتيال، عمليات نوعية، أحيانا تسعى إلى يعني خفض الوتيرة، لعل وعسى هذا يسفر عن خفض الوتيرة في الجبهة الشمالية. أنا باعتقادي أن واضح أن هناك توجه لدى كل محور المقاومة بممارسة أعلى مستويات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لأنه واضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنه أن يجابه مثل هكذا جبهات في هذا الوقت. هناك أيضا جبهات أخرى، جبهة اليمن وجبهة العراق، يعني لا يمر يوم إلا وهناك ضربات نوعية على مرافق حيوية في دولة الاحتلال. أيضا هذا الاحتلال يتعامل معها بما يسمى denial deterrence، يحاول أن يتجاهل هذه الضربات، يحاول أن يقلل من قيمتها، هكذا فعل مع الجبهة الشمالية. عادة يعني يفرض رقابة متشددة أكثر في الجبهة الشمالية منذ 8 أكتوبر، لا يريد أن يعلن عن خسائر، لا يريد أن يعلن عن حقيقة الضربات التي يتعرض لها، ولكن هذه الاستراتيجية سقطت، استراتيجية الردع بالتجاهل سقطت في الشمال، وأظن ستسقط أيضا مع الجبهات الأخرى، لأنه الاحتلال لا يمكن أن يستمر بمثل هذا التجاهل، لأن هناك ضربات أصبحت تمس المرافق الحيوية، هناك صورة لدى الاحتلال هشمت بشكل كبير. هذه إسرائيل التي بين قوسين التي يعني عاشت في هذه المنطقة عشرات السنوات وهي تتصرف بطريقة وكأنها سيدة المنطقة في الوضع الأمني والاستراتيجي والعسكري، اليوم إسرائيل أصبحت ليست تلك الصورة التي يعني يتخيلها الناس، تتعرض إلى ضربات، تفشل في هجمات، تفشل في الصد وفي الدفاع، وجهت لها الجمهورية الإسلامية ضربة لا يمكن اعتبارها بأنها ضربة يعني واسعة أو نوعية أو ما شابه، وإنما كانت أشبه بالرسالة شديدة اللهجة، وفشلت في التصدي لها واضطرت للاستعانة. يعني نحن بنا أمام قوة إسرائيلية عاجزة بمراكمة ما حققته هذه الجبهة بمساندة الجبهة الشمالية. كشفت أنا باعتقادي الجبهة الشمالية بين قوسين للعدو وهي جبهة جنوب لبنان كشفت عورة الاحتلال بشكل كبير على المستوى الدفاعي وعلى مستوى قدرته على تحمل أكثر من جبهة. جبهة غزة كشفت عورة الاحتلال فيما يخص القوات البرية وقدرتها على السيطرة. الجبهات الأخرى كشفت عورة الاستراتيجية في المنطقة واحتياجه لأن يكون دائما محمي من قوى خارجية. واليوم ما تم تسريبه عن لقاءات مع رؤساء هيئات أركان عربية في البحرين أيضا يكشف عن حاجة الاحتلال وبحثه عن سبل دفاعية جديدة. نعم. في المنطقة بعد أن كان يروج على أنه يريد أن يحمي
قوى إقليمية في المنطقة الآن يبحث عن تحالفات أمنية واستراتيجية. ولكن أستاذ عبد الله، من رغم هذه التحالفات التي ينسجها الإسرائيلي، بالمقابل يبدو كما قلنا في المقدمة نحن أمام أول الغيث، لأن ما سمعناه اليوم على لسان قادة في المقاومة الإسلامية في لبنان يأخذنا إلى مسارات بأنها سوف تكون ضربات أكثر كما ونوعا وأكثر إلاما للإسرائيلي. هذا ما سنتابعه لو سمحتم بهذا العرض، وأعود لأستأنف النقاش معك سيادة العميد. حزب الله يرد على تل أبيب: إذا كنتم تتألمون مما يجري في شمال فلسطين فاستعدوا بعد اليوم لما هو أقسى وأمضى. موقف عكسه كلام رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي الدين خلال تشييع الشهيد القائد أبو طالب ورفاقه الشهداء الذين يشكل اغتيالهم دافعا جديدا إلى مزيد من عمليات المقاومة كما ونوعا وبأسا بحسب صفي الدين. سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا ولينتظرنا في الميدان. إذا كان يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل. كلام صفي الدين سبقه أكبر هجوم صاروخي لحزب الله منذ عملية طوفان الأقصى. المقاومة نفذت سلسلة هجمات نوعية ردا على الاغتيال، أبرزها استهدف مصنع بلسان للصناعات العسكرية المتخصصة بمستوطنة سعسع بصواريخ موجهة وبعشرات صواريخ الكاتيوشا استهدفت كلا من مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم تحديدا والمقر احتياطي للفيلق الشمالي لفرقة الجليل ومخازنها في عمعاد قرب بحيرة طبرية ومقر وحدة المراقبة والإدارة الجوية في قاعدة ميرون. هذه الهجمات انطلقت تحديدا من منطقة كانت مسؤوليتها تخضع للشهيد أبو طالب وكأنها رسالة مزدوجة، فمن جهة أن قيادته المباشرة حاضرة وبقوة أكثر من أي وقت مضى، ومن جهة أخرى أن المقاومة على طول الجبهة اللبنانية مستعدة عسكريا معنويا وقياديا لكل تصعيد وما زال في بنك أهدافها كثير من المفاجآت. سيادة العميد أعود إليك لأننا نسأل اليوم وهذا سؤال يطرح بالشارع: إذا ليس هنالك من مقدرة للإسرائيلي يتحدث عن النتائج الكارثية والتهديد الوجودي لها إذا لجأ إلى أي حرب مفتوحة، لكن ما شكل المرحلة التصعيدية التي نشهدها والتي سمعناها بأنه الضربات سوف تكون أشد بأسا وأكثر كما ونوعا؟ نعم، أنا بتسمحي لي بدي وصف وضع الكيان الإسرائيلي حاليا بحكومته اللي مؤلفة من نتنياهو والوزراء ما تبقى. هي في مأزق في حالتين: إن أقدمت على عمل عسكري تجاه جنوب لبنان هي في مأزق، وإن لم تقدم فهي في مأزق. إن لم تقدم يعني صار لها المقاومة 9 أشهر تستهدف إسرائيل يعني تستهدفها بضربات مؤلمة جدا وتصاعدية، وعم نلاحظ أنها تصاعدية حتى بدون الشهيد الذي سقط امبارح. كانت المقاومة عم تصاعد، بلشت واضحة اعتبارا من عرب العرامشة وبالطالع بلشت المقاومة تصعيد جدي يعني وأهداف مدروس ومؤلم. طيب صار لها 9 أشهر بتقول الحل الدبلوماسي وبتبعت موفدين دبلوماسيين للبنان وبيتصلوا بواسطة الهاتف وبيطلبوا من الحكومة اللبنانية أنه تضغط على المقاومة وبصير يهددوا الحرب في تموز والحرب في حزيران والحرب بعد شهر. ما عم تقدر تنفذ. إذا ما نفذت عندها مشكلة، صار في تآكل الردع، تآكل الردع عندها وضربة أكبر حتكون أكبر من 27 كمان حتى. أما إذا أقدمت هناك المشكلة الكبرى كما أجمع ضيوفنا بحييهم اثنيناتهم أنه لا يمكن أن تقدم إلا إذا تأكدت أن أمريكا سوف تتدخل بشكل مباشر، وهنا المشكلة. ومش بس هيك، سوف تكون قاسمة على الكيان الإسرائيلي. أنا بأكد لك والقصة مش شعر ولا بدنا نحكي عواطف، وأنا جدا أبعد عن عواطف. وخلينا نقرأ المحللين الإسرائيليين: في حال إسرائيل أخطأت هذا الخطأ سوف تكون مدمرة على الإسرائيلي بشكل أنه هذا الكيان سوف ينتهي، سوف ينتهي، هذا مؤكد. طبعا نحن سوف نتلقى ضربات، ولكن عندما تظهر المقاومة أن لديها أسلحة مضادة للطائرات، ومن قال أنه بس هودي هن النوعين، بعد في مفاجآت أخرى وأنا بأكد لك في مفاجآت أخرى. أما الكم الذي سوف ينطلق، إسرائيل مبارح مؤسسة ألما الإسرائيلية قدرت أنه أول 10 أيام إذا فتحت الحرب مع لبنان أول 10 أيام تستطيع المقاومة أن تطلق في اليوم 4000 صاروخ في اليوم،
وبعد ولمدة شهر من بعدها. والمشكلة الأكبر المنظومة الدفاعية الجوية عدم القدرة على إسقاطه، هذا ما جرى اليوم يعني بساعات أو بساعتين أكثر بدي ضل من 200 صليب. أنا هون بدي ضل أحكيها، لو انزعجت الناس قد ما مكررة، قد ما العالم تمهزأت على ضرب العواميد وعملتها معركة ذات العمود وتمسخرت كثير على هالموضوع، هون بلشت نتائج ضرب العواميد والتجهيزات. وإسرائيل اعترفت أنه أعمتنا المقاومة من وقت ما بدأت باستهداف هذه العواميد والتجهيزات عليها وضرب، اليوم كمان قاعدة ميرون هيدي ثامن مرة أو تسع مرة تتلقى الضربات، والمنطادين اللي سقطوا أصبحت إسرائيل في جبهة شمالية عمياء وفقدت السيطرة الجوية، مما أتاح للمقاومة أنها عم تقدر تصير تفوت أسراب من الطائرات الانقضاضية، صارت أسراب يعني 5-6 طائرات بنفس الوقت عم بيروحوا وما عم تقدر القبة ولا تكشف والقبة الحديدية ما عم تقدر تعمل شيء ولا عم تقدر تتصدى لها. فأذن اللي أنا بشوفه بالحالتين إسرائيل بمأزق، إن نفذت عمل هي في مأزق وإن لم تنفذ في مأزق. بالنسبة للي قاله الشيخ صفي الدين، اللي قالوا هذا ما هو معناه؟ معناه هو أنه المرحلة المقبلة نحن سوف نصعد، مش بس فقط ردا على استشهاد الشهيد طالب، لكن أنتم سوف ترون أنه المرة القادمة سوف تكون ضربتنا أعمق بأسلحة جديدة سوف تفاجئكم، وسوف تكون الضربات باتجاه مراكز استراتيجية مهمة ومؤلمة أكثر. هذا المقصود. المقاومة اللبنانية أو جبهة الإسناد في لبنان تحديدا دكتور محمد هلسة اليوم تحدد قواعد اللعبة العسكرية وأكثر من ذلك، يعني بات هذا الردع الإسرائيلي الاستراتيجي متآكل بشكل كبير، وهنا أي خيارات بالنسبة له؟ هل حدود تهديد هذه الجبهة فقط هي على منطقة الشمال أم نتحدث على الكيان بأكمله؟ هنا أعود لأذكر ما ذكرته أهارتس ونقلته الليلة بأنه آلاف الإسرائيليون انتقلوا إلى العيش في جزيرة باليونان. أمام هذه المؤشرات والمعطيات، هذه الجبهة يمكن القول بأنها تهدد الكيان بأكمله وليس فقط المستوطنين القاطنين في في مستوطناتهم في الشمال، وفي أكثر من 50 أو 49% غير مقتنعين وليس لديهم ثقة بالعودة إلى منازلهم. أستاذ وفاء، عندك تناولت الفكرة الردع والاستراتيجية، أذهب أيضا إلى موضوع الوعي، لأنه هذا الذي يجري يصاحب أيضا صراع في جبهة السردية في جبهة الوعي لا يقل أهمية عن الصراع العسكري الذي يجري، ويؤسس لمرحلة جديدة في الوعي العربي والوعي الإسرائيلي. وأبدأ بالوعي الإسرائيلي، إذا افترضنا أن الحرب والمواجهة ستنتهي عند هذه النقطة وجرت تسوية سياسية في غزة انعكست على تهدئة الجبهة في شمال فلسطين المحتلة، عند هذه النقطة تحديداً إسرائيل ستبقى مع جرح غائر في وعيها وفي مقدرتها على الردع لم تبرأ منها. سيذكر كل الإسرائيليون أن حزب الله شاغل إسرائيل ومرغ كرامتها وهشم ردعها مدة 9 أشهر، ولم تجرؤ إسرائيل أن تفتح معه مواجهة تدافع فيها عن نفسها وعن مستوطنيها وعن بين هلالين حدودها. هذا سيبقى غائر في الوعي الإسرائيلي ولم تبرأ إسرائيل منه. إسرائيل التي نعرفها تحاول، وهذه سياسة تلجأ إليها اليوم في إطار المواجهة في داخل قطاع غزة، تحاول أن تمسح صورة الهزيمة التي حدثت في 7 أكتوبر بخلق يعني حالة انكسار وهزيمة في الوعي في صورة المواجهة في الداخل الفلسطيني، تحاول أن تجعل من أشلاء الفلسطيني ودمهم عبئا ثقيلا عليهم يبقى حاضرا في الوعي الفلسطيني حتى لا يفكر أحد مستقبلا في التجرؤ على إسرائيل. اليوم في الشمال المعادلة معكوسة تماما، إسرائيل المردوعة بكل معنى الكلمة لا تستطيع أن يعني تصل إلى هذه المعادلة التي تقوم بها في داخل قطاع غزة مستقوية على الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع، وطبعا طبيعة التسليح والإمكانات المتاحة للمقاومة في قطاع غزة لا تقارن بما لدى حزب الله. المسألة الأخرى التي أود الإشارة إليها في وعينا العربي أن إسرائيل لا تفهم إلا هذه اللغة، حينما يتسلح العربي الفلسطيني حينما تتسلح المقاومة بالإمكانات إسرائيل ترتدع، ولا ينفعنا كل الحديث عن منابر دولية وعن هيئات دولية وعن قانون دولي وعن قانون إنساني، بل على العكس إسرائيل يعني في تعاطيها تحقق هذه المنابر الدولية وتستعلي عليها وتسمها بالإرهاب. لاحظي أنه في كل مفصل تنتقد في هذه المنابر الدولية، يعني هذا الكلام للذين يستظلون بالقانون الدولي، للذين يستظلون
قرارات مجلس الأمن ويعتقدون بأن هذه قادرة على أن تحمي العرب وتحمي الفلسطينيين من تهول إسرائيل. الرسالة التي تصل من خلال مشاغرة حزب الله ومن خلال الحرب ومن خلال الكسر الذي يحدثه في الوعي الإسرائيلي وفي الردع الإسرائيلي أنه حينما يمتلك العربي الإرادة مدعومة بالإمكانات يستطيع أن يردع إسرائيل، وهذه هي الرسالة الأهم في اعتقادي. دكتور محمد، يعني وهنا هل تسمح لي لأنه بجبهة الشمال يتحدث الإسرائيلي نحن في جمود لا يوجد تغيير استراتيجي، يدعوت أحرنوت يعني بالمشاهد التي كنا نتابعها تتحدث عن حرائق ب 30 ألف متر مربع جراء صواريخ حزب الله، كيف ينعكس هذا التطور بالمرحلة الجديدة التي ترسم بالنسبة لجبهة الإسناد اللبنانية على واقع غزة، على واقع المقاومة في غزة، وأيضا المعضلة الأساسية بالنسبة للإسرائيلي يعود إلى القطاع، يعني هو دخل في وحل غزة وغير قادر الآن على الخروج منه. التصعيد الذي يجري في الشمال مرتبط بمحاولة إسرائيل حسم المشهد في داخل قطاع غزة، وليس منعزل عن مجريات الحرب التي تجري في جنوب فلسطين المحتلة. منذ البداية كان هنالك ترابط عضوي، والحزب أعلن صراحة أن دخوله في حرب مع إسرائيل متصاعدة الوتيرة يأتي تبعا لتطور المشهد في داخل فلسطين المحتلة وفي جنوبها تحديدا، ويأتي إسناد لهذه المواجهة. لاحظي بأنه كلما إسرائيل ذهبت إلى التصعيد وكلما حاولت تضييق الخناق على المقاومة في داخل قطاع غزة وحاولت أن يعني تحسم المواجهة وفق منطقها وفق سرديتها، كلما أيضا الحزب صعد وكأن هنالك تناسب، يعني إسرائيل تصعد في داخل قطاع غزة، الحزب أيضا يصعد كما ونوعا في المواجهة، وهذا حتى يثقل على إسرائيل، حتى لا يجعل مغامرة إسرائيل في داخل قطاع غزة يعني سهلة. وهذا الذي يحدث اليوم. اليوم كما قلنا في البداية الانتباه الإسرائيلي، التعاطي الإسرائيلي الداخلي كله منصب على ما يجري في الشمال، وكأن المواجهة تحولت من ساحة المواجهة في جنوب فلسطين إلى شمال فلسطين المحتلة في كل تداعياتها وأثارها على الداخل الإسرائيلي والتعاطي السياسي والمجتمعي مع هذه الحرب التي تجري. نعم. هذا بالتأكيد يعني تأخذ إسرائيل في عين الاعتبار، وهي مكبلة ومقيدة لأنها لا تستطيع أن تفعل ما تفعله حتى مع الخسائر التي تمنى بها في القطاع غزة، لا تستطيع أن تفعل ما تفعله لأنها تعلم بأن خسائرها ستكون مركبة ومضاعفة، وأن المجتمع في داخل إسرائيل لن يحتمل مثل هذه جزئية مهمة جدا دكتور محمد هلسة. يعني تعمق الانقسام في داخل إسرائيل أستاذ عبد الله عقرباوي وصل إلى جيش الاحتلال الذي تعرض إلى هزة كبيرة بما نلاحظه من ردود فعل غاضبة من عناصر للجنود والجيش الإسرائيلي وعائلاتهم برمي السلاح، وهذا التفكك الذي قد يصيب العقيدة بالمؤسسة الإسرائيلية بعد تصويت الكنيسة على إعفاء الحريديم من التجنيد. هذه المعطيات الداخلية بظل ما تحققه جبهة الإسناد اللبنانية، أي انعكاسات يمكن أن تأخذنا بالخيارات إلى إنهاء الحرب بغزة؟ أنا باعتقادي سواء الجبهة في غزة أو الجبهة في لبنان، أهم تداعيات هذه المعركة المفتوحة هي على إسرائيل من الداخل، لأن لنتذكر أن 7 أكتوبر جاء ونحن في وسط حالة من الفوضى داخل إسرائيل، وانقسام ليس انقساما سياسيا، ليس انقسام مبني على أن هناك معارضة وهناك حكومة، هذا الانقسام له أكثر من وجه، انقسام فكري وإيديولوجي وسياسي وحتى مناطقي، والبعض يصل إلى حتى أن هناك انقسام له علاقة بالتجمع الديموغرافي. إذن هذه التداعيات على الداخل الإسرائيلي، أنا باعتقادي أن الحرب سواء الجبهة في لبنان والجبهة في غزة ستعزز هذا المسار. واليوم إعفاء أو يعني تمرير أولي لقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية ولد ردة فعل عند عائلات جنود الاحتياط الذي تم استدعاء بعضهم 4 أو 5 مرات، وبعضهم من خدم 80 يوم، وبعضهم من خدم 90 يوم، وبعضهم من يعني يراد أن يخدم مرة أخرى في جبهات قتال متقدمة في جباليا وفي رفح وفي غيرها. هؤلاء العائلات يعني يطالبون أبنائهم بعدم المشاركة اليوم في أو الاستجابة لاستدعاء الجيش، لأن هناك حالة من التمييز،
هذا التمييز لن في حال فتحت جبهة في الشمال كبيرة أو معركة مفتوحة واضطرت إسرائيل لإخلاء بين قوسين إلى إخلاء مئات آلاف آخرين وإلى يعني تلقي ضربات في العمق وفي وسط دولة الاحتلال. أنا باعتقادي أن حالة الفوضى حول من يتحمل تبعات هذه المعارك داخل المجتمع الصهيوني ستتعمق بشكل كبير، لأن هناك يعني اليوم أكثر من 65 ألف من الحريدين من الشباب الذكور يجب أن يلتحقوا بالجيش الإسرائيلي، ولا وهذا القانون يعني يعفيهم من هذا الالتحاق. هذا يعني أن هذه الأعباء في وسط هذه التحديات الأمنية الكبيرة وغير المسبوقة منذ عشرات السنوات في دولة الاحتلال يجب أن يتحملها جزء آخر من المجتمع. هذا لا يمكن للمجتمع أن يتحمل مثل هذه التبعات ومثل هذه التفرقة ومثل هذا التمييز، أن يكون هناك مئات الآلاف عشرات الألاف من الجنود ومئات الألاف من عائلاتهم يجلسون لا يخدمون لا في الجيش ولا في المؤسسات، وإنما فقط يتلقون الامتيازات، بينما هناك طرف آخر يخدم في الجيش ويدفع الأثمان ويقتل منه ويجرح منه، هناك آلاف الإصابات ويتم استدعاءه مرة ومرتين وثلاث وأربعة خلال هذه المعركة في غزة، وربما يتم استدعاءه الآن إلى الجبهة الشمالية. حقيقة التداعيات على أن تفتح إسرائيل أي حرب هم يدركوا أنها تداعيات كبيرة، لذلك فعلا أن إسرائيل في الجبهة الشمالية في حالة ردع غير مسبوقة، وأنا أتفق مع الضيفين الكريمين أن حالة الردع تتعمق وحالة كي الوعي لدى إسرائيل بأنها تردع بهذا الشكل أيضا غير مسبوقة، وأيضا سيكون لها تأثير على تصورات الاستراتيجية على نظريتها ونظريتها الأمنية في المنطقة. هذا ما يحدث اليوم، نحن أمام واقع جديد يفرض على إسرائيل. وهذه المعادلات أيضا تقرأ بالمسارات التفاوضية تحديدا أستاذ عبد الله، لأنك تشير إلى الموقف الأمريكي الإسرائيلي والذي هو موقف موحد بما أعلنه بلينكن ورفض لكل الملاحظات التي قدمتها المقاومة الفلسطينية. سأذهب إلى هذا العرض حول هذه المسارات التفاوضية وما قاله بلينكن تحديدا من الدوحة والوسطاء. بشكل رسمي ومشترك أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسرائيلي تسليم كل من القياديين إسماعيل هانية وزياد النخالة رد فصائل المقاومة للوسطاء القطريين والمصريين. الإعلان شدد على أن الرد وضع في الأولوية مصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، وأكدت الحركتان جاهزية فصائل المقاومة للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. وفي العاصمة القطرية الدوحة بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رد حماس والفصائل الفلسطينية بعدما كان قد أعلن من تل أبيب أن نتنياهو أبلغه التزامه بالطرح الأمريكي الذي تم إقراره في مجلس الأمن الدولي. حماس أدخلت تغييرات عديدة على الاقتراح المطروح على الطاولة. لقد ناقشنا هذه التغييرات، بعضها قابل للتطبيق وبعضها الآخر ليس كذلك. سندفع على نحو عاجل مع شركائنا ومع قطر ومع مصر لمحاولة إتمام هذه الصفقة، لأننا نعلم أنها في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة في الواقع والعالم بأسره. من جهته أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الالتزام بجسر الهوة والتقريب بين الأفرقاء للتوصل إلى وقف الحرب، كما تحدث عن تحول في الصراع في الفترة الأخيرة. مثل هذا الاتفاق يأخذ الطرفين أن يقدموا التنازلات إلى حين الوصول إلى تسوية مناسبة والوصول إلى اتفاق، فنحن في دولة قطر مع شركائنا ملتزمون بجسر الهوة ومحاولة حل هذه الفروقات لأفضل وسيلة لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. سيادة العميد أعود إليك لأستأنف الحوار معك تحديدا من ما قاله إن كان بلينكن، وأيضا ملفت ما قالته نقلته رويترز عن قيادي في حركة حماس أسامة حمدان بأنه بلينكن هو جزء من المشكل وليس جزءا من الحل. حينما تأتي أمريكا من جديد وتحاول أن تعنون بشكل أساسي العقبة ومن يعرقل حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إذن نحن نتحدث عن أي مسارات لهذه الحرب وما الذي يريده الأمريكي؟ من الواضح منذ البداية أن أمريكا ليست طرف محايد، فهي معروف أنه هي لمصلحة إسرائيل. خلينا نشوف أن احنا أول مرة وافقت حماس
على اتفاقية وقف إطلاق النار اللي صارت من شي شهر تقريبا باقتراح مصري قطري وبوجود مسؤولين أمريكيين. عندما وافقت لم نرى أمريكا تصرح فورا أن الكرة في ملعب إسرائيل، وفورا كان تنصلت شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، بينما هلا عم يضغطوا. حتى كما في معلومات تقول ان السيد هوكشتاين اتصل في بلبنان لطلب من حزب الله للتوسط مع حماس للموافقه على هذا الاقتراح، يقال ذلك. كمان جوله بلينكن في هذه المنطقه للضغط على المقاومه الفلسطينيه بطريقه او باخرى للموافقه. المشكله الكبرى في هذه العمليه هي وقف اطلاق نار او وقف الحرب بشكل نهائي. يعني خلينا نكون منطقيين، انه هلا المقاومه بين يديها في ورقه الاسرى بين يديها، لنفترض انه تمت الصفقه وبعد فتره اسرائيل تحججت باي قصه ثانيه وتابعت الحرب، كيف يكون هذه الضمانات؟ مش معقول، يعني هذا غير عادل. لازم تكون أهم شيء وقف إطلاق النار يكون نهائي، بعدين عم نلعب على الكلام المستدام، وكل يوم بيدخلوا كلمة جديدة، وهن شاطرين الأمريكان بيلعب على الكلام. أنا برأيي المقاومة الفلسطينية حقها أنها توصل لحقها، وضمانات تكون واضحة ومكتوبة من قبل الفرقاء كلهم لحتى توافق على هذه الصفقة مهما تعرضت من ضغوطات. أصلا حاليا هلأ المقاومة الفلسطينية يعني بحالة أنه هلأ غزة دمرت بالكامل وأربعين ألف شهيد والمجاعة منتشرة، ماذا ستخسر بعد؟ ولكن بالنسبة لإسرائيل، أمريكا ما تسعى إليه حاليا شافت أنه إسرائيل ما بقى في عندها أفق، يعني خاصة وقت عملت إسرائيل عملية تحرير الأسرى آخر فترة، عملية فاشلة عسكريا فاشلة في انصارات وسط القطاع، يعني ولو حررت أربع أسرى قتلت ثلاثة وسقط 270 شهيد وخرقت القانون الدولي باستعمال شاحنات الإغاثة كمان، واستعملت المرفأ تبع اللي عملته أمريكا، كل هذا بعد 250 يوما أو 240 يوما ولن تتكرر. ماذا الآن عن 120؟ في شغلة كتير مهمة هون، المقاومة سوف تغير تكتيكها بإخفاء الأسرى، أنا متأكد هلأ صاروا كلهم تحت الأرض على الأكيد. فإذا هلأ هذه العملية سوف تكون يتيمة. بالنسبة لأمريكا شافت أنه ما هو نفع الحرب هلأ في غزة حاليا، كل يوم فيه طائرات طوافات إسرائيلية تنتقل إلى محاور غزة، تنقل جرحى وقتلى للجيش الإسرائيلي وتنقلون، عم يتعرضوا لكمان، ما بقى في أفق. أمريكا اللي يبدو في تعنت مستمر، إسرائيل معروف عنها بتكون عم تنازع، عم تموت وبتضل تحط شروط صعبة. ما تفعله أمريكا هي عم تسعى بأقصى ما تمتلك من ضغوطات أن تحافظ على ماء وجه إسرائيل لحتى ما يكون كسرة لها، ولكن بالنهاية خسران الحرب. دكتور محمد هلس، يعني تقول حماس بشكل أساسي وحتى المقاومة لم نتحدث عن أفكار جديدة ومقترحات جديدة بالتعديلات، فقط ما التزمنا به تحديدا بالاتفاق الأخير أو السادس من أيار مايو وقدمناه يعني للوسطاء كتعهد كأفكار مقبولة. بالرد يأتي بلينكن يقول رد حماس للوسطاء لم يكن بمثابة الموافقة وفي تعديلات غير مقبولة. لماذا واشنطن تصر على رفض هذه الضمانات الواضحة بشأن وقف إطلاق النار الأخير؟ وهل يمكن القول بأن بلينكن لا يأتي بالعروضات الأمريكية بل ينفذ المطالب الإسرائيلية، مطالب نتنياهو؟ بالضبط، وهذه هي العقدة الآن في التعاطي، في فهمنا للتعاطي مع المشهد. إذا ذهبنا إلى الحديث عن موقفين متباينين أمريكي وإسرائيلي، هنا ندخل في متاهة ونضل السبيل. الفهم الذي يجب أن ننطلق منه بأن الموقف الأمريكي هو ارتداد للموقف الإسرائيلي وصدى للموقف الإسرائيلي، بل هو صدى متقدم للموقف الإسرائيلي. لاحظي، جزء من الإسرائيليين ينفض من حول نتنياهو ويتهم نتنياهو بالمماطلة ويتهم نتنياهو بالتعطيل. الولايات المتحدة تأخذ هذه المعاندة الإسرائيلية، تأخذ الإبهام الإسرائيلي، الإهام، الوهم الإسرائيلي، المعاندة الإسرائيلية إلى منبر دولي وتحاول أن تلبسها لبوس قانوني ويعني تصورها على أنها مطلب دولي جامع اليوم مع هذا التصويت الذي يجري. تحاول الولايات المتحدة أن تلعب دور المحامي، محامي الدفاع الذي يستميت في الدفاع عن شخص فاشل، عن منظومة فاشلة. ومواقف الولايات المتحدة أكثر تطرفا من حتى مواقف اليمين في التعاطي مع يعني الموقف الفلسطيني. لم نسمع أحدا في الداخل الإسرائيلي يقول المقاومة رفضت. الولايات المتحدة تسارع إلى القول أن المقاومة رفضت حتى قبل أن يصدر هذا الموقف عن الإسرائيلي. الولايات المتحدة لا تملك حتى النظر المتجرد في هذه الورقة بمعزل عن موقف إسرائيلي، وقد قالت قيادات أمريكية بأننا اطلعنا على الورقة وبانتظار يعني قراءتها، بانتظارهم بانتظار موقف إسرائيلي، يتلقف الموقف الإسرائيلي ويذهب به
إلى المنابر الدولية. اليوم هي تتماشى وتتماهى في تماهي مطلق مع الموقف الإسرائيلي ولا تستطيع. لماذا لا تريد الولايات المتحدة أن تقدم ضمانات؟ الجهة الدولية الوحيدة اليوم في هذا المشهد المتبلور القادرة على كبح نتنياهو هي الولايات المتحدة، هذا قولا واحدا لا أحد يختلف فيه. سقطت رواية المنابر الدولية، سقطت المؤسسات الدولية، المجتمع الدولي سقط، الولايات المتحدة بسبب هذه العلاقة العضوية مع إسرائيل قادرة على أن تستخدم ما لديها من مراوح ضغط لوقف نتنياهو. لماذا لا تستطيع ولا تريد؟ لأنها ترتب عليها أثمان في مرحلة انتخابية تبدو فيها ويبدو فيها بايدن بطاعة رجاء أمام نتنياهو ويستمر في ابتزازه. الولايات المتحدة تنتظر موقف إسرائيلي تبني عليه تطوره وتأتي للطرف الفلسطيني الضعيف الذي يقع عليه الاعتداء والجرم وتلومه لأنها لا تملك إلا هذه السردية، وبالمناسبة هي تحافظ على هذا الخط وهذه السردية منذ البداية. إن لم تغادر الولايات المتحدة هذه السردية سيستعصي الحل، لأنه المقاومة اليوم تفهم مع طرف أمريكي هو شريك وشريك متقدم، ومع طرف إسرائيلي يردد يوميا مساء صباحا مساء بأنه ذاهب إلى الحرب مع بعد حصولها على الأسرى، أثناء حصولها على الأسرى، هذا يدفع المقاومة إلى التمسك باشتراطاتها واستدراكاتها التي. وهنا اسمح لي دكتور محمد هالسة، لأن هذا التنسيق يعني وخصوصا بالشكل قبل المضمون أن تأتي هذه هذا الرد من قبل يعني شخص إسماعيل هانية وزياد النخالة أيضا لديه دلالة أساسية بالثوابت التي أبقت عليها المقاومة الفلسطينية. وهنا أعود إليك أستاذ عبد الله وأختم معك بهذه الجزئية، سوليفان يعني برسالة وكأنها أكثر كذلك عن شهية، وحينما يقول بأنه انتهى وقت الجدل وحان الوقت لوقف إطلاق النار وعودة الأسرى، بشكل يعطي أنه البعض الآخر للتعديلات أو التغييرات لحماس تنحرف عن الاتفاقيات السابقة، وهذا أمر غير صحيح بما أعلنته المقاومة الفلسطينية. عما يبحث هنا الأمريكي والإسرائيلي بشكل أساسي لا يمكن الفصل بين وجهتين نظر كما ذكر الضيوف، وأيضا ما هي قدرة اليوم المقاومة على التشبث بهذه المطالب؟ بكل وضوح ومباشر ما تريده إدارة بايدن تريد 6 أسابيع من الهدوء تعالج فيها تداعيات هذه المعركة عليها داخليا وخارجيا، وتلملم الصف الإسرائيلي الداخلي وتحاول أن تنفذ استراتيجيتها في الداخل الإسرائيلي، تحاول أن تهدئ المنطقة، تضبط الاستراتيجية الإقليمية مرة أخرى. هي تريد 6 أسابيع من أجلها هي وليس من أجل الوقف الحرب. رموز إدارة بايدن أكثر إصرارا على أن تواصل إسرائيل حربها من أجل القضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى المقاومة، وأن لا تتوقف هذه المعركة، وهم غير مهتمين لا بالأسرى ولا بالصفقة ولا بوقف إطلاق النار. هم لديهم حاجة لهدوء من أجل إعادة ترتيب الأوراق. الجبهات لا تسمح لهم بذلك، غزة لا تسمح لهم بذلك، صمود الشعب الفلسطيني في غزة لا يسمح لهم بذلك، صمود المقاومة لا يسمح بذلك. الإجابة على السؤال الثاني هو المقاومة، أنا يعني أزعم أنني مراقب للمفاوضات منذ أن انطلقت في منتصف نوفمبر. هناك حالة من الاستقرار لدى التفاوض الاستراتيجية التفاوضية الفلسطينية في هذا الملف بالتحديد بشكل واضح. هناك 4 مطالب أصبحت كل العالم تعرفها: وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار. على هذا المبدأ هناك حالة من الثبات كبيرة جدا. من يثبت تحت النيران وتحت الدبابات وتحت الطائرات وأمام هذه الحرب المجنونة في قطاع غزة لا يهتم بالتأكيد ولا يتم الضغط عليه لا بالوسائل الإعلام ولا بالتسريبات ولا بالضغط السياسي ولا بالضغط على الوسطاء ولا بالتفريق بينهم. أعتبر عن المقاطعة أستاذ عبد الله، لأنه هذه المطالب ورد المقاومة في مصادر خاصة بالمقاومة تفيد الميادين بأنه الورقة، وهذا ما ذكرته قبل قليل، التي قدمتها حماس للوسطاء أمس لا تختلف كثيرا عما سبق وإن وافقت عليه في 6 مايو الماضي. أيضا تقول هذه المصادر للميادين حماس أكدت على موافقتها الثابتة من وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب، لكنها أضافت ضرورة الانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا بعد سيطرة الإسرائيلي والاحتلال هذا المعبر. كذلك يقول هذا المصدر بأنه حماس أكدت على ضرورة ترابط المراحل 3 وليس تجزئة وتقسمة المرحلة ولا سيما المرحلة الأولى، وهنا المخاطر باستئناف القتال أو استئناف الحرب بعد عملية التبادل. يقول بأنه المعضلة الرئيسية هي
في تمسك إسرائيل بوضع الفيتو على عدد من الأسرى من ذوي الأحكام المؤبدة، وورقة حماس طالبت إسرائيل بالكشف عن بيانات المعتقلين من غزة بعد 7 أكتوبر، كما طالبت حماس بصيغة قانونية تؤكد على عدم إعادة اعتقال من سيطلق سراحهم أو محاكمتهم بالتهم التي سبق أن أدينوا بها، وهذه سياسة تبعناها وخداع مورس سابقا من قبل الإسرائيلي. كذلك المصدر القيادي يؤكد للميادين بأن حماس شددت على ضرورة عودة الأوضاع بسجون الاحتلال إلى ما قبل 7 أكتوبر. إذن كانت هذه أبرز المطالب والتعديلات التي طالبتها المقاومة الفلسطينية. للأسف انتهى وقت المسائية للتعليق عليها من ضيوفنا. شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالله عقرباوي الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا من إسطنبول. الشكر موصول لك دكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس المحتلة. سيادة العميد منير شحادي، شكرا جزيلا لك المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة. هذه المسائية انتهت، في أمان الله.